السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انا وحشتوني جدا، وحشتوني جدا 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 والله، وحشتوني جدا. النهارده باذن الله هعمل معاكم كده فطيره جميله قوي. انا قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، انا بشكركم جدا 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 على كلامكم، على دعواتكم، على كومنتاتكم، بشكركم جدا جدا بجد من قلبي. كل حد بيعمل لي لايك، بيشترك لي في القناة، يعني بجد وجودكم في القناة بيشرفني وبجد جميل قوي قوي. انا عايزة اقول لكم بجد اجمل حاجة في القناة دي ان انا بقى لي اخوات، بقى لي اصحاب، وبقى لي حبايب كده كتير قوي. بجد انا لما فتحت القناة دي كان نفسي كده، وتمنيت والله العظيم تمنيت كل اخوات. يعني انا كان بجد نفسي كل اخوات كتير، يعني الواحد يعمل عيلة كده ونكون كلنا أسرة كده مع بعض، وبإذن الله مع بعض بإذن الله دايما إن شاء الله يا رب نفضل كده مكملين مع بعض دايما بإذن الله يا رب. تعالوا بقى كده حبايبي، هنسمي كده بسم الله. أنا حبيت بجد أشكركم الأول قبل ما أعمل أي حاجة، بجد بشكركم جدا من قلبي. وجودكم على راسي والله، وجودكم على راسي، وربنا يديمكم يا رب نعمة كده في حياتي دايما يا رب يا رب. تعالى حبايبي كده هنسمي بقى بسم الله، ونشوف هنعمل بقى إيه الفطيرة الجميلة دي مع بعض إزاي النهاردة. تعالوا بقى كده يا حبايبي، انا معايا هنا 3 كوبايات دقيق، معايا هنا كوبايه حليب دافيه انا دفيتها على النار دافيه معايا اهي، معايا معلقتين زيت زيتون، دول معلقتين زيت زيتون. هاخد دلوقتي معلقه سكر كده كبير، رشه ملح، مش محتاجين اكتر من كده. بصوا بقى محتاجين ده كيس خميره فوريه، لان في اماكن ما بيلاقوش الخميره الفوريه متوفره كتير، انا عارفه ما بتكونش متوفره في اماكن كتير. الكيس ده عامل جنيه، والكيس ده نيرين ده عامل 2 جنيه تمام. طب احنا عايزين ايه؟ ناخد بقى دي مع بعض. بصوا الكوبايه دي كده من تحت، زي ما قلت لكم لازم تاخد دي كده قبل ما تستخدمها قبل ما تعمل اي حاجه. نبدا خالص اهو، ناخد بقى معايا سكر، معايا سكر، ناخد بقى الحاجه بقى هسال معاكم الحاجه دي عشان اوريكم كده في التتبيله عامل ازاي. هنزل بقى دلوقتي بمعلقتين الزيت اهو، هنزل بقى برشه الملح، هنزل بقى دلوقتي اقلبهم بقى مع بعض كده. بصوا بالراحه خالص اهو. عايزه اقول لك الفطيره دي سريعه جدا. عايزه اقول لكم بقى الفطيره دي بعملها بتكون جميله قوي لو عندك بقى حد مسافر بقى ولا كده، بيسافر عندك حد في شغل ولا حاجه، دايما بعمل الحاجات دي عشان اتاكد. هنزل بقى بالحليب عشان اتاكد ان الحاجه مش هتبوظ، تفضل يومين بره، يعني مع لو حد بيسافر او حد في شغل ولا حاجه تفضل معاه يومين ما يجرالهاش اي حاجه، تفضل الطريقه زي ما هي. هقول لكم دلوقتي هنعملها ازاي بطريقه جميله قوي لما نيجي نعملها ان شاء الله. بطريقه جميله قوي قوي، عايزه اقول لكم هيكون فيها حاجات كده كلها في البيت ان شاء الله متوفره باذن الله، وحاجات تضمني مش ما تبصش معاه، يعني مع اللي هيسافر بقى اذا كان شغل او اذا كان حاجه كده ما تخافيش تمام. كوبايه دي تقريبا بياخد معايا كوبايه اللبن زي ما نزلت قبل كده، كوبايه الحليب بنص كيلو تفتكروا معايا كانت اخد معايا كوبايه حليب بنص كيلو، ده ياخد معايا كوبايه. هنزل بقى هنا كده الرخامه بقى معايا، هنزل كده برشه دي معايا اهو، هنزل بقى كده العجينه معايا اهو. طبعا الرخامه مسكتها كويس قوي قوي، يعني عايزه اقول لكم مسكتها بالخل، عملتها بقى بالخل كده من بدايه المطبخ وظبطتها كده معايا خلاص. بس بقى المعجنه بصوا المعجنه عايزه اقول لكم، بصوا اهم حاجه ما تبهدلش ايدي اهي، وفي نفس الوقت بصوا لو فردتيها تتفرد معاكي خلاص. هي كده بتكون عجينه معاكي، بتديكي بقى بتديكي بقى فطيره جميله قوي، هتديكي بقى فطيره في الاخر جميله جدا جدا، فطيره ناعمه كده وحلوه. هجيب بقى العجان، هنزل بس كده نقطه زيت. انا عايزه اقول لكم الفطيره مبنيه على زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون فيها هيكون يعني ايه حلو قوي خلاص. رشه زيت في الوش معايا اهو بس كده. اي طبق بقى، اي طبق عندك اهي، غطيها بس كده وسيبها بقى على جنب كده. تفضل بقى في الشتاء ده هتفضل مثلا نص ساعه، تفضل ساعه الا ربع معاكي شويه بس كده، ولحد بس لما تخمر وخلاص. خلاص ان شاء الله باذن الله لما تخمر بقى اجي بقى اقول لكم ايه هنعمل معاها ايه. تعالى حبايبي بقى كده هنشوف هنشوف بقى العجينه مع بعض كده بسم الله كده. تعالوا كده نسمي بسم الله. بصوا شوفوا ما شاء الله، بصوا اسمعوا كده ما شاء الله بقت جميله قوي. هجيب بقى الصينيه بتاعتي، المقاس اللي تختاريه ده بطنتها بزيت وبدقيق عشان دي طبعا الالومنيوم معايا، دي مقاس بصوا مقاس 30. عايزه اقول لكم بطنتها بدي، على فكره الصواني دي كنت لسه جايباها من رمضان اللي فات تقريبا، كانت عامله 230 جنيه حاجه زي كده يعني. خلاص دي مقاس 30 اهي، هنزل كده بقى اسمي بسم الله. هقول لكم دلوقتي على الحشوات، بس بعد لما انزل كده هجيب بقى كده زيت زيتون زي ما انا قلت لكم احنا هنستخدم زيت زيتون في الفطيره دي، هختارينها زيت زيتون عشان تكون مفيده معايا.
عامه بيسهل معاكوا الفرد جدا. ازاي؟ بصوا بيسهل الفرد معاكي قوي قوي، بيخلي العجينه معاكي تحت ايدك كده جميله. عايزه اقول لكم في البيتزات في العجين عامه اي عجين معاكي بيسهل معاكي قوي لما بتعملي كده، لما بتستخدمي زيت فوق العجينه. بصوا ثواني، ما بتحتاجيش بقى والحته قدامك تقلاها كده، ايه مفيش مواعين كتير ولا في حاجه، وبتلاقي معاكي الحاجه بقت جميله قوي. خلاص بس بالطريقه دي كده هتيجي بس من عند كل واحده كده معاكي. بصي كده تقسميها كده بيدك كده، خلاص هوريكي دلوقتي. بصوا تعالي كده، بصوا كده بيدك بس كده كده اهو اهو، عشان يكون واحد. بصوا اهو نعمل بس ايه حركات كده من كل واحده واحده كده بالطريقه دي. بصوا معاكي بالطريقه دي، عايزه اقول لكم جربوها ما تندموش ابدا، جميله قوي جميله. بصوا بقى هنشوف الحشوات، تمام؟ هغسل دي بس. تعالوا بقى كده هنشوف الحشوات معانا. معايا بيضه، هننزل على البيضه بايه؟ عايزه فانيليا، تمام؟ عايزه رشه قرفه مطحونه، خلاص علشان طبعا انا عاملاها حادقه، خلاص فهنزل بقى برشه ايه؟ قرفه مطحونه. رشه قرفه مطحونه بتخلي برده ريحتها جميله قوي، وبتنفع طبعا في الحشوات اللي هي الحادقه. خلاص بس كده على جنب اهي. معايا هنا ايه؟ معايا توم باودر وبصل باودر. هنا بصل باودر، لو عندك بقى توم باودر استخدمي، انا خلصان من عندي. خلاص معايا بصل باودر ومعايا زعتر، معايا نص معلقه بصل باودر ومعايا نص معلقه زعتر، معايا معلقه، معايا معلقه صغيره سمسم، معايا معلقه صغيره حبه البركه، معايا كده. بصوا يعني خرجت الكيس كده من الفريزر واخدت منه قيمه بس ايه؟ معلقه كبيره، يعني حبه حبه كده قيمه معلقه كبيره بس. ده مش لازم يعني، اختياري، عندك استخدمي من حبه تستخدمي، استخدمي مش حبه خلاص. معايا برده معلقه جبنه رومي كده بشرتها. تعالوا كده هنسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنسمي بسم الله ونجيب البيضه اللي معايا. بصوا البيضه اهي خلاص بقى كويس جدا جدا. هجيب بقى الفرشه وانزل بقى كده ايه على الفطيره اللي معايا. خلاص اهو بالراحه خالص، زي ما قلت لكم مش محتاجين، مش حابين بيض لاي سبب من الاسباب. انا اعرف اخواتي، يعني معايا اخواتي كده، اختي حبيبتي كده، اخت حبيبتي صاحبه قناه قصص وفضفضه، عايزه اقول لكم قصص وحكايات فضفضه، ما بتحبش البيض، فدايما تقول لي ما تستخدميش بيض كتير. فانا بقول لك من هنا اهو، اعملي زبادي او اعملي حليب يا حبيبتي. ما تيجي تعملي الحاجه في لها بدائل كتير، استخدمي الحليب او الزبادي تطلع معاكي جميله قوي. بصوا انا دهنتها كلها بالطريقه دي. بصراحه انا مش حابه اسيب حاجه في البيض، لان البيض هيدي قيمه غذائيه عاليه جدا، هيدي لون جميل قوي، بيدي كل حاجه بصراحه. يعني البيض هيدي معاكي، هيخلي لونها في الاخر انتوا هتشوفوا جميل قوي 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 قوي. خلاص بصوا بقى كده دهنتها كلها كده بالطريقه دي. بصوا دهنتها وغرقتها بيضي غرقتها بيضة اهو، يعني غزيناها، يعني بمعنى صح اللي هياخد ياكل منها هيلاقي طعمها حلو. خلاص بصوا بقى كده، انا نزلت صراحه بالبيضه بتاعتي كلها، استحرم اسيب فيها حاجه هتترمي حرام، فانا نزلت بيها كلها كده. خلاص انا هشيل بقى الحاجه اللي انا حطها تحت الطبق كده. انا هجيب بقى معايا مثلا السمسم، هنزل كده في جنب كده بسمسم كده اهو، هنزل بجنب كده سمسم معايا اهو. خلاص انزلي كده بسمسم في جنب منها. معايا بقى توم الباودر والزعتر، دخلهم في بعض كده اهو بالمنظر ده. خلاص هنزل برده على واحده هنا كده بالمنظر ده كده معاكي. خلاص ايوه اهو، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، ريحتها جميله والله، ريحتها جميله قوي. خلاص معايا بقى حبه البركه هنا كده. خلاص هاجي هنا على الاخيره دي، هنا كده حبه بركه، هنا كده زعتر وبصل بودره، لو في توم بودره كمان استخدمه. هنا كده سمسم معايا اهو، بصوا سمسم كتروا سمسم، انا بحب السمسم قوي. خلاص هنجيب بقى، بصوا هنكمل كمان كده معايا اهو. خلاص حبه البركه بقى بتدي شكل جميل قوي، بتدي ايه ريحه جميله. خلاص بصوا بصوا معايا كده، خلاص بعد كده بقى خلاص هنجيب بقى الجبنه اللي معانا. ما تخافوش زي ما قلت لكم مش هيجرى لها اي حاجه، احنا بنشغل الفرن من فوق وتحت كده لمده 5 دقايق، وبعد كده بنفصل الشوايه ونشغلها بس اخر دقيقتين معانا وخلاص. خلاص هتنزل بقى بالجبنه الرومي، هنزل بالجبنه الموتزاريلا اختياري، قلت لكم الجبنه الموتزاريلا دي اختياري خالص، اما الرومي بتدي طعم.
هتغطيها بس بالفوطه معاكي كده بالراحه، تتاكدي ان هي متغطيه من كل حته لحد لما تخمر. هتسيبيها ربع ساعه ولا حاجه بس مكان دافي معاكي. بص ما شاء الله الحجم بتاعها ضعيف جدا، مليانه هوا من جوه. عايزه اقول لكم بتخرج عامله زي الكيكه بالظبط، كانها قطعه كيك. خلاص بقى في الرف اللي في النص معاكي فرن شغال بقى، فرن وشوايه ومروحه ثلاثه شغالين مع بعض على 170 معاكي. لازم 170 معاكي عشان خاطر تتاكدي ان هي استوت واخدت لون حلو معاكي. بصوا كده ما شاء الله لونها حلو قوي. خلاص هي كده خلاص جهزت، اتحمرت من كل ناحيه من فوق من تحت بقت جميله. بس خرجيها معاكي بقى، هنغطيها دلوقتي مع بعض. لازم تتغطى معاكي، ما تكتريش في الغطا بتاعها عن دقيقتين ثلاثه بس. لو قعدت متغطيه اكتر من كده بتعمل ميه من تحت ما بتكونش حلوه خالص. بس لازم اي حاجه، بصوا العيش على المتن، اي خبيز معاكي اي حاجه في الفرن لازم تخرجيها وتغطيها علشان تكون معاكي طريه وتكون حلوه معاكي. بصوا خلاص هنغطيها بقى كده دقيقتين ولا حاجه وهنخرجها. هنسلكها دلوقتي كده بسكينه معانا. بصوا ما شاء الله الطراوه اللي فيها طريه جدا جدا، عايزه اقول لكم ريحتها جميله قوي. خلاص بسكينه معاكي عشان دي طبعا سنيها الومنيوم زي ما انا قلت لكم، لازم بس تسلكيها بالراحه خالص معاكي كده بس. خلاص هتطلع معاكي بكل سهوله. نقلبها بقى على طبق. تعالوا بقى نشوف بقى قد ايه معانا طريه. بصوا بقى شوفوا ما شاء الله في ايدك طريه جدا بجد، تستاهل. حلوه قوي، وعايزه اقول لكم طعمها جميل يعني تغني بقى. عايزه اقول لكم الحاجات دي زي ما قلت لكم بتنفع في سفر، بتنفع في شغل، بتنفع حد مسافر، بتكون جميله جدا. بس كده هقطعها معاكم بقى واوريكم من جوه عامله ازاي. بصوا بقى طريه جدا بجد جميله، ان شاء الله تعملوها كده وتجربوها وتعجبكم. بس ما تنسوش حبايبي كده تعملوا لايك وشير وتعملوا لي كده اشتراك للقناه. بحبكم جدا في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.